أدعو الآن السيدة الأستاذة محبوبة جميع نساء موريتانيا وقدوتهن، نحسبها كذلك ولا نزكي على الله أحدا، نسأل الله أن يعينها وييسر أمرها ويشد على يديها ويربط على قلبها. السيدة جميلة من الشيخ أحمد بنت، تفضل مشكورة. يا مرحبا. حتى 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 الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما أحب ربنا أرضى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أقول لدار دهرها لا يسالم وموت بأسواق النفوس يساوم وأوجه قتلا زينتها المباسم على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم أتتنا ليال ليس يحمد جارها ونار أسى النار الجحيم شرارها يفرق ما بين الرجال اختبارها وتصغر في وتكبر في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم. أولا أهلا وسهلا بالمجاهدين في سبيل الله والمرابطين في أرض الرباط على أرض الشنقيطة الطيبة، وما كان لي من كلام ولسان حالكم، وإن حضر المفتول قلنا لنملة مقالتها للنمل في سورة النمل، ولكن لا بد من ترحيب اقتداء بالأنصارية حين زارهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، فقالت الحمد لله لا يوجد بيت اليوم أعز منا ضيفا، فالحمد لله لا يوجد بيت اليوم أعز منا ضيفا. فأهلا وسهلا بالمجاهدين في سبيل الله على أرض المنارة والرباط. والشكر موصول لصحفي موريتانيا من أجل القدس، نسأل الله أن يتقبل منهم هذا المشهد وأن يجعله لهم جهادا في سبيل الله وإعلاء لكلمة الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع وأن يبارك فيه وأن يتقبل الشهداء وأن يشفي الجرحى وأن ينصرنا نصراً مؤزراً إنه على كل شيء قدير. نشكر لهذه المقاومة التي رفعت بنا، نشكر لهم جهادهم عنا، نشكر لهم وقوفهم عنا في الصف الأول حماية لبيضة الإسلام ونصرة لمسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجزاهم الله خيراً وهم أحق بقول ذي الرمة. وأنتم بنو قيس إذا الحرب شمرت حماة الوغى والخاضبون العوالي، وإن وضعت أوزارها الحرب كنتم مصير الندى والمترعين المقاريا. فشكرا جزيلا لهم، فما مات منا سيد حتف أنفه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل الشهداء، فهم نفوسهم تسيل على حد الضبات كما قال السموئل، وما قل من كانت بقاياه مثلنا شباب تسامى للعلا وكهول. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم وأن يحفظهم وأن يكلأهم بكلاءته وأن يجزيهم عنا خيرا. ونشكر للشعب الموريتاني ولقيادة هذا البلد المبارك وقوفها مع هذه القضية جهادا في سبيل الله وإعلاء لكلمة الله ونصرة لمسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأي من نبي إن قتل معه ربي كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فأهل موريتانيا جزاهم الله خيرا رجالا ونساء وقادة تداعوا لنصرة هذه القضية، وهذا فضل من الله ومنه، يشكر الله جل جلاله عليه أن وفق أن رضيكم أن انبعثتم للجهاد في سبيل الله ولنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكثير من الناس ثبطهم الله نعوذ بالله من ذلك، وأنتم وفقكم الله للجهاد بأموالكم وبمواقفكم، نسأل الله أن يجعل ذلك جهادا في سبيله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا فقد غزا ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. والله جل
جلاله يقول: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غرأوا للضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلًا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرًا عظيمًا، درجات منه ومغفرةً ورحمة. فنشكركم جميعًا، نسأل الله أن يتقبل الجهد وأن يبارك فيه وأن يرتب عليه نصرًا مبينًا. وإخواننا في غزة وفي كتائب القسام منصورون بإذن الله. وإن كانت المشاهد تؤلم، إلا أننا نعلم أن الشهيد لا يجد من حر الموت إلا مثل وخزة الإبر، ويأمن الفتان. وحين سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال الشهيد لا يسأل في قبره؟ قال: كفى ببارقة السيوف فتنة. هؤلاء صدقوا ما عهدوا الله عليه، من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. نسأل الله أن يثبتهم، أن يتقبل منهم، أن يوفقنا لنصرتهم، أن يجعل لنا في ذلك الجهاد أوفر الحظ والنصيب، إنه على كل شيء قدير. نعزي أنفسنا أولا في القائد المجاهد أبي يحيى السنوار، ونعزي أسامة والقائد المشاهد في هذا القائد، ونعزيكم جميعاً فيه. فتن مات بين الضرب والطعن ميتة تقوم مقام النصر، إذ فاته النصر تردى ثياب الموت حمراً، فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خضر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله شهيداً، وأن لا يفتننا بعده، وأن نواصل في هذه المسيرة حتى تحرير المسرى والأسرى، وأن يتقبل منا ومنكم جميعاً، وأن يجعل هذا المشهد من مشاهد رضوانه، وأن يجعله جهاداً في سبيله، وأن يجزي صحفي موريتانيا من أجل الأقصى خيراً على أن جمعونا بكم وجمعونا بهؤلاء المشاهدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.